حي مهمش يخرج منه الأثرياء من خلف أكوام القمامة. تتسارع دقات قلبك عند العبور، ويضيق صدرك من الرائحة الكريهة، ويسيطر الألم على قدميك عند المضي قدماً. فالوصف قد يعجز عن إيصال المشهد إلى الأذهان لصعوبة واقع سكان حي منشية ناصر في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أن أكوام القمامة المنتشرة في هذا الحي هي المصدر الوحيد للعيش والعمل لسكان هذه المنطقة. خلف أسوار القمامة حياة أخرى. الحكاية تبدأ من الأجداد، فمهنة نبش القمامة في حي منشية ناصر ليست وليدة العصر، بل إنها مهنة قديمة جديدة. يجتمع العاملون في هذه المهنة عند شحات المقدس، نقيب الزبالين كما يسمي نفسه، لتوزيع الأدوار عليهم وتنظيم عملهم بشكل أفضل. إذ يعد شحات المقدس من الشخصيات الشهيرة في هذه المهنة، حيث يمتلك شركة متخصصة لفرز وتدوير النفايات، غير أنه يعتني ببعض الحيوانات داخل منزله الذي يتكون خلفه أكوام القمامة، ويجمع بداخله بعض القطع القديمة والتحف التي وجدها في القمامة، إذ أصبح اليوم من أصحاب رؤوس الأموال من وراء هذه المهنة. ويرفض شحاتة تسميته هو وعماله بالنباشين، موضحاً أن هؤلاء يبحثون على المواد الصلبة في القمامة ويتركون خلفهم أكوام القمامة في الشوارع. على عكس عمل الزبالين، فهم يحملون جميع أكياس القمامة ويتم بعد ذلك فرزها في المصنع ثم إعادة تدويرها من جديد. فالطن الواحد من القمامة يعمل به أكثر من 10 أفراد، فيما أكد شحاتة على عدم قدرة غيرهم في العمل بهذه المهنة، فهي تحتاج إلى مناعة قوية، فهم حصلوا على هذه المناعة منذ الصغر. وهؤلاء النباشون يقطنون في أحد أحياء القاهرة العشوائية وتسمى منشية ناصر، حيث يصل عدد سكان هذا الحي إلى أكثر من 50,000 نسمة، فأصولهم تعود إلى مدن القناة، ويسكنون في هذا الحي بطريقة غير رسمية. ويعاني سكان منشية ناصر من نقص حاد في مياه الشرب، بالإضافة إلى مشاكل في خطوط الكهرباء، حيث يعيش الكبار والصغار هناك في ظلام دامس خلال ساعات الليل. ويشتد صعوبة الحال في عزبة بخيت التي لا تبعد كثيراً عن مدخل منشية ناصر. فضيق الشوارع والبيوت الصغيرة المتلاصقة والقمامة المنتشرة في كل زاوية هناك، إذ يسكن 6 أشخاص في الغرفة الواحدة، ولكل 3 أسر دورة مياه واحدة. غياب واضح للخدمات الأساسية في حي منشية ناصر، فالناس تنتظر أمام الحنفيات العامة كي تحصل على المياه، رغم أنها لا تعمل في كثير من الأوقات، كما أن نظام الصرف الصحي معطل في شوارع الحي. القمامة عملهم الوحيد. يستيقظ النباشون في الصباح الباكر كل يوم لجمع القمامة من العمارات والبيوت في المناطق المجاورة، بعد ذلك يتم نقلها إلى الحي، وفي المرحلة الثانية يتم فرزها وجمع البلاستيك والحديد والكرتون بعيداً عن بقايا الطعام، من ثم بيعها لشركات إعادة تدوير النفايات. فهذه الأعمال تتم بين البيوت بداخل الحي، لذا عند النظر على منشية ناصر من فوق ستلاحظ أكياس القمامة التي تم جمعها فوق أسطح البيوت، وعند الانتقال بين أزقة الحي وشوارعه ستجد أكوام القمامة ويرافقها الحشرات والقوارض والرائحة الكريهة. صحة أطفال الحي في خطر. الأمر لا يقتصر على تشويه المظهر الحضاري فحسب، بل يصل إلى حد الإصابة بأمراض خطيرة تهدد حياة الأطفال والكبار في هذا الحي، حيث تظهر بعض الأعراض والعلامات على الأطفال بين الحين والآخر كتغيير لون الوجه والسعال والالتهابات في الحلق. السموم تباع عند الجزارين، والخطر في هذا الحي لم يقف عند هذا الحد، بل وصل إلى حد تربية الخنازير وإطعامها من القمامة بعد تجميعها وفرزها وإخراج المواد الصلبة منها.
سلالات عديدة من الخنازير متواجدة في أحد المزارع بهذا الحي، فالخطر هنا ليس بتربيتها بل بذبحها وبيعها إلى الناس بعد إطعامها من مخلفات الحيوانات والقمامة. ولكن يبقى السؤال هنا، كيف تباع هذه اللحوم دون رقابة؟ وهل سيبقى هذا المشهد السيء يسيطر على شوارع وبيوت منشية ناصر؟